طيب ماتشات النهارده ايه؟ النهارده في 3 ماتشات في بطوله الدوري المصري الممتاز. اول مباراه بتتلعب في هذه اللحظات ما بين ايسترن كومباني والمقاولون العرب. المقاولون متقدم بهدف لمامادو نياس، و يعني مهمه جدا او مهمه هذه المباراه بالنسبه للمقاولين. 3 نقاط هتكون مفيده قوي بالنسبه لهم في صراع الهروب من القاع. كمان الساعه 6:30 مباراه فاركو مع فيوتشر من الماتشات الحلوه. فيوتشر ما شاء الله فرقه تقيله قوي قوي، وفاركو كمان فرقه كويسه جدا، فبالتالي هيبقى ماتش حلو بصراحه. الساعه 9 بالليل مباراه طلائع الجيش مع البنك الاهلي، ايضا من ضمن المباريات المهمه بالنسبه للفرقتين. مباراه وحيده في الدوري الايطالي النهارده هتكون ما بين فيورنتينا وروما. الدوري الايطالي اللي بيشهد اثاره كبيره هذا الموسم ومنافسه قويه جدا ما بين الميلان والانتر على الفوز بهذه البطوله. المباراه بتاعت النهارده هي مباراه ايضا مهمه بالنسبه لروما، لكن روما عندهم مباراه اهم وهي نهائي دوري المؤتمر الاوروبي، فبالتالي اكيد هيكون في حسابات كتير جدا في ذهن جوزيه مورينيو المدير الفني المخضرم البرتغالي المميز جدا في مباراته امام فيورنتينا النهارده الساعه 9:15. دي اهم